اي نبات سواء كان نبات خارجي او نبات داخلي بيحتاج الى شده الاضاءه. ممكن ما يحتاجش الحراره المباشره او اشعه الشمس مباشره، لكن يحتاج جدا الاضاءه الشديده. ليه؟ عشان يقوم النبات ده بعمليه البناء الضوئي لابد من وجود الاضاءه. البناء الضوئي بينتج عنه ايه؟ بينتج عنه حاجتين مهمين جدا، الماده الخضراء او الكلوروفيل اللي مسؤوله عن النبات يكون لونه اخضر جميل وما لاقيش فيه اصرار. نمرة 2 الطاقة واللي النبات بيحتاجها في القيام بجميع العمليات الحيوية اللازمة لحياة النبات. يبقى عشان يكون عندي النبات قوي، عملياته الحيوية سريعة، نموه سريع، لونه أخضر جميل، لابد من وضعه في مكان به إضاءة شديدة حتى لو كان النبات داخلي. من فضلك لو عندك نبات داخلي قم بوضعه في مكان فيه إضاءة شديدة حتى لو كانت إضاءة صناعية. ده هيخلي النبات عندك قوي، ألوانه خضراء جميلة، نموه سريع. شكرا لحسن المشاهدة، وإلى لقاء آخر مع معلومة سريعة.